بعيداً عن ضجيج البحر وضغوطات الازدحام، يفضل هؤلاء الكهول من متقاعدو مختلف القطاعات اللجوء إلى الجلسات التقليدية، أو ما يعرف محلياً بالقعدة الريفية. وسط هذه المناظر بولاد عزدين بلدية المحمى الخنشلة، من زرابي وأواني تقليدية، وفي جو ريف هادي يقضي هؤلاء أوقاتهم مرحا وابتسامة، يتبادلون فيها أطراف الحديث في كل المجالات. هذا المكان بديل على البحر، وجينا روحنا وجينا يعني ما شاء الله مكان فيه الطمأنينة والسكينة. جينا المكان هذا كبديل للبحر وللضوضاء، وجينا للسكون والأشياء التقليدية. المكان جد رائع. هربنا من ضجيج المدينة وضجيج الطرقات، احنا اليوم توجهنا في هذه المكان، في هذا المكان يعني مع الأصدقاء ضيوف حتى من خارج الولاية، وفي استضافة من نفس الفئة قرروا الانضمام للجلسة التقليدية وقالوا: مكان أكثر من رائع، وخاصة الميول الإنساني للطبيعة والأشياء التقليدية، يعني لقينا مكان بديل صراحة. يعني الناس في مثل هذه الأجواء يعني ربما توجه للبحر وللاصطياف الشواطئ، احنا يعني لقينا يعني ربما بديل رائع جدا يعني في ولاية خنشلة. هنا جينا اليوم لهذا المكان الرائع اللي موجود في نواحي خنشلة، تشوفوا يعني فيه تقليد كثير، وحنا جينا هنا يعني تبنى حاجة خير من البحر. فبمثل هذه الجلسات أكد كبارنا أن الراحة النفسية غير مربوطة بالمكان ولا الزمان، إنما هي أجواء هادئة ومريحة يصنعها البشر.